ان شاء الله انتهت، لان هي عودتي بعودتي بانه هناك مواعيد ان شاء الله ثابته وراح تخلص. يلا بشرنا، خلي الجمهور يعرف شنو هاي المواعيد، ايش راح يصير ان شاء الله الاسبوع القادم. تصرف اذا الله اراد مستحقات نادي النجف وما عندنا مشكله ان شاء الله. ايش قد راح يطوكم ومنو اللي راح يصرفها؟ والله هم يعني مجلس المحافظه ومطار النجف، مجلس المحافظه ان شاء الله سوف يكون هناك تصويت خلال هذا الاسبوع القادم. أي. ان شاء الله خلال هالاسبوع يعني ان شاء الله. وبعدها مطار النجف ما عنده اي مشكله بعد التصويت. مو دائما يواعدون مجلس المحافظه والمطار وورا فتره تقول والله خلفه وياي، شنو الضمانات هالمره حتى نقول صدق انحلت الازمه؟ كابتن انا باعتقادي ان شاء الله خلال هذا الاسبوع ما راح يكون تردد، لان كل الاخوه اعضاء مجلس المحافظه مشكورين، وسيد المحافظ باعتقادي يكون يعني على داير المليم ان شاء الله التصويت، ما عندنا مشكله. جيد، يعني من خلالك نوجه رساله الجماهير، خلاص انحلت الازمه لنادي النجف، ان شاء الله راح يعود النجف لمكانه الحقيقي بالدوري. ان شاء الله محلوله الازمه الماليه وما عندنا مشكله، وتحيه